حصلت يا أصدقاء على 100 جوهرة مجانا في هذه الطريقة، وفي 5 دقائق فقط يا أصدقاء حصلت على 100 جوهرة يا أصدقاء. لو كنت تريد الحصول عليها فقط تابع المقطع للنهاية. مشكل جواهر فري فاير يعانون منه أغلبية لاعبين فري فاير، لذلك أنا في هذا الفيديو سوف أقدم لك المساعدة حتى تشحن لعبة فري فاير، وسوف تستطيع امتلاك جواهر فري فاير بشكل كثير جدا. سوف تصبح غني في الجواهر في حسابك يا صديقي. انا كما ترى معي هنا فعندي 100 جوهرة فقط. انا غير مهتم في لعبة فري فاير كثيرا، وانت سوف اساعدك كي تحصل على الكثير من الجواهر في هذا الفيديو ان شاء الله وفي هذه القناة. لا تنسى وضع لايك والاشتراك في القناة، وجميع الروابط في الوصف. لو واجهتك اي مشكلة قم بالتواصل معي على الانستغرام، رابط انستغرام في الوصف. سوف احاول مساعدتك قدر المستطاع. ولا تنسى لايك اشترك في القناة ودعمونا كي نستمر يا اصدقائي. اوكي اصدقائي، رابط الموقع اسمه freeimpact.net. رابط الموقع يا اصدقاء سوف تجدونه بطبيعة الحال في الوصف. هذا الموقع اسمه freeimpact.net. نقوم بالدخول اليه، نختار لعبة فري فاير، ثم هنا يطلب منك تسجيل دخول ويتش بلاير اي دي. سوف اشرح لكم ما المطلوب. يقول لك قم بتسجيل دخول بالاي دي، يعني تضغط على الاي دي، هنا تقوم بالضغط بادخال الاي دي الخاص بك في لعبة فري فاير واختيار الحساب الذي سوف تصلك عليه الجواهر. تمام، تدخل لعبة فري فاير تقوم بنسخ الاي دي الخاص بك ثم تضعه هنا. بهذا كل يعني واضح وبسيط. اوكي اصدقاء، بعد ادخال الاي دي هنا سوف تظهر معك هذه الصفحة. هنا كما ترى معي يقول لك اختر عدد الجواهر التي تريد. معك 100 جوهرة، 150 جوهرة، 100+53 جوهرة. هذا العدد ب 1.65 دولار، لكن يمكنك الحصول عليه ب$0 فقط بتنفيذ مهمة. هنا معك 500 جوهرة ومعك 1200 جوهرة. هذه العروض فهي مدفوعة ويمكنك الحصول عليها مجانا يا صديقي. نعم، كيف نحصل عليها مجانا؟ تضغط على هذه الزمجان سوف تختار 100 جوهرة او 500 جوهرة، او هذا يعني لذلك حسب الصعوبة. تمام، اوكي اضغط على احصل عليها مجانا 100 جوهرة. تمام، سوف اوكي. اول شيء نسيت ان اخبركم ان الجواهر تصل اني مباشرة يا صديقي، تصل الجواهر. تمام اوكي. ثاني شيء يمكنك بعد ما تقوم بتنفيذ عروض 100 جوهرة يمكنك يعني فهمت علي، يمكنك تنفيذ 100 عروض 500 جوهرة والعروض 1000 جوهرة من هاتف اخر. تمام، ليس بنفس الهاتف، يعني كل ما اخترت عدد الجواهر اكثر سوف تزداد الصعوبة. 100 جوهرة سهلة الحصول عليها. تمام، كما ترى معي هنا يقول لك اكمل 2 عروض كي تصلك الجواهر مباشرة الى حسابك. انت سوف تدفع لهم عن طريق تنفيذك لهذه العروض مثل موقع او موقع ربح. وهنا مثلا كما ترى معي هنا يقول لك قم ب مثلا هنا عرض علي بابا، قم بتحميل تطبيق عرض علي بابا وقم بفتحه لمدة 30 ثانية. كما ترى معي هنا عرض علي بابا، كما ترى معي افتح قم بتحميل تطبيق علي بابا وقم بفتحه. تمام، هنا هذا قم باكمال هذا الاستبيان، يخبرك هنا ان تقوم باكمال هذا الاستبيان. كما وهنا ايضا هذا تقوم باجابة عن هذا الاستبيان. هنا قم بتحميل تطبيق وان اكس بيت وقم بفتحه لمدة 30 ثانية، تضغط على تحميل. انا قمت بتنفيذ هذه العروض من قبل، فقط انا اشرح لكم يا اصدقاء طريقة تنفيذها. وهنا مثلا تيك فري يعني هنا ايضا هذا استبيان وهذا استبيان وهذا يعني استبيان، فقط تجيب عن الاسئلة فهي سهلة. ايضا هنا قم يقول لك هنا قم بتحميل هذا التطبيق وافتحه ايضا لمدة 30 ثانية. اوكي، هنا ايضا هذا التطبيق قم بتحميله وفتحه لمدة 30 ثانية. ايضا قم بتحميل هذا التطبيق وفتحه لمدة 30 ثانية. انا شرحت لكم كل العروض، انت فقط تقوم باختيار العدد المناسب لك. 2 عروض من هذه العروض هنا وقم بتنفيذها يا اخي. كل شيء واضح وبسيط يا اصدقاء. بعد تنفيذ العروض سوف تصلك الجواهر مباشرة الى حسابك، وسوف انقلكم الى الاشباك. اوكي اصدقائي، هذا هو الاشباك 100 جوهرة يا اصدقاء كما ترى معي هنا في حسابي الرئيسي. هذه الطريقة بدون ضغط ومضمونة، فقط جربوها يا اصدقاء. وانا اتحمل مسؤولية، ان تبنت حسابك اتحمل مسؤولية يا اصدقاء. كان معكم اخوكم عمر، احبكم جميعا وتابعوا معي جميع مقاطعي. سوف نعود بقوة ان شاء الله.